الدري انا بزاف. الحل الواحد راه هو انه يمشي الغربه ويمشي بواحد الطريقه اللي هي شويه صعيبه، ضربوا الطريق بزاف، والدراري تيعانيو بزاف، مقهورين لا خدمه لا والو، لا اللي يشوف فينا لا اللي يشوف من حالنا، مدمرين في هذه المدينه لواحد الدرجه ما تتصورش. لا بغيتي تخدم تخدم ما تلقاش كيفاش تخدم، لا ما كانوش والديك دايرين لك شي حاجه راه ما تخدم ما والو. ورا الشعب الدراري كاملين هذو اللي تشوفهم والله حتى مدمرين وواصل للعدم، حنا تنبكيو بلا كنازه بلا والو، حنا اصلا عايشين كنازه في هذه الدوله هذه. هاد المدينه ما فيها حتى شي قطب اللي جمعنا فيها، شركه وحده عامره، الدراري فاش تخدم؟ راه بالسيف اخويا ما غتمشي وغتهاجر وغتمشي تقلب على مكتب سليمات الله يرحمه شاهد والله ياخذ الحق في السبب اللي كان سبب في هذا الشيء هذا. والدراري كاملين راه كيما مشاو الدراري غيمشيو دراري اخرين، واخا تعيا ما توصي لحقات بنادم وصل لواحد الدرجه ديال انه 26 سنه 30 سنه ما عندوش درهم باش يدخل هاد بنت الناس للدارهم باش يصرف على هاد الدارهم، امك حياتها كامله يتصرف عليك وانت شرفتي لحياتك قداش غتقعد تزيد تصرف عليك؟ راه بزاف اخويا راه تقهرنا، راه الحل الواحد هو ميتين هنا وغنموتوا لهيم وتا وحده غنموتوا، اللهم بنادم تيقلب فيها. والله هذا الشباب المسلمين والله يرحمو ونتلاقاو في الجنه اخويا محمد ان شاء الله، والله يرحمك اخويا الله يوصل. تصبر بزاف اخويا ما كاينش ما دار قرا معانا اخونا، ما كاينش فقدنا الاول والثانيه، ما كيزيدو يحركوا فينا ما كيزيدو يوجعوا فينا بزاف هاد الشيء هذا، يحسوا راه حنا ولادهم، راه ماشي ما تنبغيوش هاد البلاد، راه تنموتوا على حنا، راه باغي نمشيو نديروا شي حاجه باش نهزوا بهاد البلاد هذه، وهاد البلاد تطيح فينا، راه تقهرنا، راه لا اله الا الله، راه تخدم تا كتعيا وما كتلقى راسك ما خدام ما والو. واش باينه فينا هذه الحاله ديال الدراري خدامين؟ اكو كنا خدامين قبل ما تلقى هاد الماساه، تموت بنادم يموت موته الله والله يرحمه ونصفيو القلوب، راه والدي مربي اللي عالم بهم وحنا والدينا ربي اللي عالم بهم. راه شي واحد ملقى خويا كيما بغا والله يرحم جميع المسلمين، والله يهدي الدراري. واش نقول لك؟ الله يهدي الناس اللي داروا هذا الشيء ووصلوا، حسبينا الله ونعم الوكيل فيهم، والله يرحم الدراري اللي ماتوا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.